السلام عليكم. طالما انت شغال في الجرافيك عموما او انت راجل بدأت تحتك بمجال الجرافيك وعايز تاخده ككارير ليك، لازم تعرف حاجتين مهمين جدا جدا. في حاجة اسمها راستر وفي حاجة اسمها فيكتور. ايه اللي انت بتقوله ده؟ راستر وفيكتور؟ اقول لك. الراستر هو كل ما يخص الصور وليه اختصاصاته وعيوبه ومميزاته وعيوبه وليه، والفيكتور برضه ليه مميزاته وعيوبه. طيب هقول لك الراستر اللي هو انا عندي صورة دلوقتي، دي صورة عادية خالص، تعالى نقرب منها. خد بالك ان لما انا ما قلتش المرة اللي فاتت، يعني يا ريت اي حد، انا نسيت حاجة فانا بنساها سهو فقط، فيعني اعذروني، ممكن اقول حاجة انا اكون نسيتها في درس بعدها. حاجة عن الزوم برضو، انا بضغط بختار حاجة ومجرد ما بضغط كنترول زائد او عليها زوم بتكبر لي على الحاجة بالظبط. يعني لو ضغطت على حتة كده وعملت كده بتكبر لي عليها بالظبط. نعود للي احنا بنقول عليه. دي عندي صورة دلوقتي، وبعدين انا تعالى اقرب قوي عليها. بص البكسلة بتبكسل، دي لغة الجماعة بتوع الجرافيك، يعني دي الصورة كده بتبكسل معايا، يعني بتعمل بيكسل. طيب ده اسمه راستر لانها بكسلت كده وانها صورة، ده اسمها راستر. الراستر لما تكبره بيبكسل بالشكل ده. طيب ايه هو الفيكتور؟ الفيكتور تعالى شوف هنا، انا عندي ده خط عادي خالص، انا عامله من ده كده خط فيكتور عادي، أنا رسمته في طبقة تحتها علشان كده ما ظهرش اهو. بص هنا هتلاقي سموث او ناعم، ما فيهوش بكسله خالص، مهما والله لو كبرت 1000 مليون مره ولا حاجه خالص. يبقى هنا ده الفيكتور والراستر، ادي الفرق، اول فرق بينهم قوي جدا. الفيكتور ما بيبكسلش، الراستر بيبكسل. طيب الفيكتور مميزاته التانية اللي بيمتاز بيها الفلاش قوي هو والإليستريتور والكلام ده، ما بياخدش مساحة خالص. تعالى نعمل تجربة بسيطة كده، أنا هعمل هرندر، مش هقول لك إزاي عشان بس يعني أنا رندرت كده خلاص، أو عملت تيست للفايل بتاعي. بص هنا المساحة، الملف بتاعي كام؟ 19 وكام؟ و7 عشان في صورة. طيب تعال نشيل الصورة دي خالص اهو، ديليت، وتعالى تاني ارندر تاني. بص بقت ايه؟ 600 بي، 600 بايت، يعني اقل بكتير جدا جدا. معنى الكلام ده ان الفيكتور ما بياخدش مساحة، يعني لو رسمت حاجات كتير جدا مش هياخد مساحة معايا اهو، حاجات كتير. انا شديت الورك سبيس ارجعها تاني، اوبجكتات، اوبجكتات كتير. تعالى نرندر، تعالى بص كده، ايه يعني 805 ولا حاجة، ما وصلش حتى كيلو، ما وصلش كيلو واحد. فانا هرجع كنترول زد بالشكل ده، وهم دول الاكتر حاجتين فعلا بين الفيكتور والراستر مميزين، ولازم تبقى عارفهم، مهمة جدا جدا لأي واحد بتاع جرافيك، عشان تقدر طالما شغال في الفلاش يهمك قوي مساحة العمل، مساحة الملف اللي انت بتطلعه، لأن انت راجل هتشتغل ويبات او هتشتغل اي حاجة بالمالتي ميديا بالفيكتورز. على قد ما تقدر، على قد ما تقدر تشتغل بالفيكتور عشان المساحة بتاعت العمل بتاعك ما تبقاش كبيرة على النت وتاخد لود كبير، وبعدين تتعب المشاهد ويبقى عندك عيب كبير ان مساحاتك كبيرة في الملفات بتاعتك. السلام عليكم.